أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يقسم الدين إلى أصول وإلى فروع؟ من ناحية التساهل، إذا كان المقصود بهذا التقسيم التساهل، فهذا لا يجوز، لأن الدين لا يتساهل فيه كله. وأما إذا يريد من ناحية البحث، وأن الأصول هي العقائد والفروع هي الاجتهادات الفقهية، فلا مانع من ذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.